صباح الخير، اليوم التاسع على تحدي خسارة الوزن مع الكيتو. اليوم الصبح اجاني هيدول الشاي، هلا الساعة 9:30 فبعد بكير، وانا بعد ما اخذت شي لهلا، فانبسطت انه وصلوا هيدول على بكير لانه انا بحب بلش نهاري بشاي. فهيدي مرمرية، شو بقولوا لها؟ مرمرية بعتقد اول مرة بجربها، بس لها كتير خصائص مفيدة، وكمان بتساعد على خسارة الوزن. صوروا. وهيدي لمن جراس، جينجا وسترس، حامض، زنجبيل وعشب الليمون، وهيدي كامومايل اللي هي البابونج. طبعا فوائد البابونج لا تعد ولا تحصى، فبعتقد راح اجرب هاي لانه هيدي لاني ما ضايقتها من قبل، بس حابة اجربها لانه فوائدها كتيرة، وبعرف انه كتير دول عربية بتشربها بس انا ما ضايقتها من قبل. صوره. ريحتها شوي غريبة، شوفوا هالمحتالة، شوفوا. حلوين. صارت وقت وجبتي الأولى، 3 بيض، 2 خيار صغير من الميني كيوكمبا، وكم حبة زيتون، وطبعا شربت كباية مي كبيرة قبل الوجبة. بحاول أنا باخد كباية أو كبايتين من المي قبل كل مي خلال النهار كمان، فأكيد رح أحط لكم الحسابات مثل العادة على الشاشة. العشاء اليوم رح يكون فريش تونة، لا سوري مش فريش تونة، هذا كذب، تونة مجلدة، بس قصدي انه تونة مش بالعلب لانه ممنوعة بهذا النظام ناخد اي شيء من العلب. سو خلينا نفوت على المطبخ وفرجيكم شو بدي اعمل. اوكي، سو هاي قطعتين تونة رح اخدهم، مثل ما شايفين معليها دهون بالمرة، فرح احاول اني اخذ دهون مع السلطه اللي راح اعملها، بالاضافه للزيت اللي راح اضيفه فوق التونه. سو هاي ملح، وهي زيت زيتون، طلع فلفل اسود، بس بدي اطفي الكاميرا لانه عم بصور بايدي. حطيت بابريكا، فلفل اسود، ملح وفلفل حار وزيت زيتون، وهي لانه ما بعرف اذا ضايقينها بس هي ما فيها طعمه، تحسوا حالكم عم تاكلوا هواء، فلما بدي طبخها الواحد يعني الافضل تكون ان مطبوخه بطريقه فيها بهارات كتير، والا ما بتستطعموا فيها. منا سيئه بس كمان يعني منا شيء ممتع. anyway رح احطها بالفرن لحتى يستوي، هي بعدها مجلدة فممكن تاخد معي شي نص ساعة. سو هذه هي السلطة، بقدونس وحدة من دورة وحام، عصير حامض طبعا، ووحدة من الافوكادو بس لحتى اخد شوي فات. وهيدول اكلات جوزي، شوفوا انا شو منيحة، سوي له اكلات طيبة وانا باكل شغلات صحية بس طيبة كمان. سو مثل ما شفتوا بالعنوان، انا الاسبوع الاول خسرت 3 كيلو. طبعا كان المفروض لكم بعد ما خلص الاسبوع الاول بس نسيت، مع انه شغلة يعني كتير مهمة نحن عم نعمل هالتحدي، بس anyway خسرت 3 كيلو اول اسبوع. ويا ريت تخبروني انتو شو صار معكم كمان. انا بعرف انه في كتير كتير اسئلة، النظام شوي مش مفهوم لكتير من الناس، فاذا بتحبوا بعتولي اي سؤال عندكم وانا بعمل فيديو برجع بفسر فيه كل اسئلتكم، وبصير ان شاء الله شوي واضح اكتر. النظام منه سهل، وانا قلت لكم من البداية انه في تعب، وخصوصا اول كم يوم. طبعا بس لا تفوتوا بالاسبوع الثاني، الامور كتير بتسهل. يعني انا هيدا الاسبوع عن جد ماني حاسه بالجوع، عم باكل بس لانه عم نزل يومياتي كل يوم ولانه لازم اكل لاخسر وزن. مثل ما قلت اذا عندكم اي سؤال بس خبروني، هالفيديو كتير قصير وسريع بس اليوم كنت مشغوله كتير،
وشكرا لمتابعتكم، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب واشتراك بالقناة وتحطوا لايك وكومنت، وبشوفكم قريبا بفيديو جديد. باي باي.